تعرف هذا التظاهرة اللي هي علمية أولا وثانيا تحسيسية. لماذا تحسيسية؟ لأنها تجمع بين الحرفيين لمحاربة الآفات وبين الحرفيين فيما يخص المطاعم والمؤسسات التي يكون لديها تهيئ المأكولات أو الوجبات الغذائية، وكذلك المستهلك هو المستفيد من العمل لهذا النوع من العمل. أي ما تقوم به الجمعية AM تروادي في حق التحسيس فهو إيجابي جدا، ونتمنى أن بأن جميع المدن الأخرى تعرف تظاهرة مماثلة لهذه، لأننا نؤمن أن بدون لقاء وبدون تواصل لم تكن هناك نتيجة وليس هناك حماية للمستهلك. بالطبع الهدف كما تقولوا باللاتينية إنفيني، المستهلك هو المستفيد من هذا القطاع، المستهلك هو المستفيد من هذا القطاع. فمثلا مؤسسة كيفما كانت بداخلها جردان أو بداخلها حشرات، فهذه الجردان وهذه الحشرات تنقل أمراض التي تؤدي بالمستهلك، وبالتالي محاربة هذه الجردان وهذه القواريد وهذه الحشرات الطائرة أو زاحفة فبالطبع بأن تساهم في العيش الجيد للمستهلك، وكذلك تفاديه بالإصابة بأمراض أخرى.